أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. في هذه الحلقة أستضيف سمو الأمير الوصي وسماحة الشيخ كيتسبي والسيد المحافظ، وذلك حول التداعيات الخطيرة حول أزمة الحكم الراهنة في المنطقة. سماحة الشيخ كيتسبي، السلام عليكم. نسأل سموكم عن سبب رفضكم لتسلم مقاليد الحكم، وهذا في الحقيقة يا صاحب السمو ليس سؤالنا، إنه سؤال الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي يا رسول الله. أما بعد يا شيخ كيتسبي، فلقد دركت لنا الشجرة الملكية ثمرة طيبة وسنسعد بحكمها، ولا أدري لماذا توجهون إلي هذا السؤال، خاصة وأنكم تروني وعير السادة المشاهدون أنني متفرغ للعبادة والتأمل والحمد لله. ولكن صحفنا الوطنية في صباح الغد ستنشر تقريرا يقول إن الدي أن أي للملك إدوارد رحمه الله لا يتطابق مع الدي أن أي لأولاده رحمه الله. دستورنا واضح والدي أن أي باطل، ولكن التحاليل قد أجريت في الخارج. الخارج من مداخل الشيطان والعياذ بالله. كلمه يا سيادة المحافظ. يا سيد الوصي، شعبك يتضرع إليك فلا تخيب أمله. دعوني والتمس أحدا غيري، أكون لكم وزيرا خيرا من أن أكون عليكم أميرا. أذكرك بالحديث الشريف، تفضل، من منكم رأى منكرا فليغيره. متفق عليه، متفق عليه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما فلتأتي الساعة يا أخي، فهي والله حق علينا جميعا. سموكم دقيقة، لدينا اتصال من الخارج. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا شكرا شكرا، في أمان الله وحفظه. لقد اتصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو يرجو سموكم أن تتسلموا مقاليد الحكم من أجل استقرار المنطقة. ما علاقة عمر موسى بأمري؟ حزمت أمري وانتهى والحمد لله. لدينا اتصال من الخارج سموك. ألو. Yes please. Yes. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye bye. لقد اتصل الأمين العام للأمم المتحدة. ما علاقة الأمم المتحدة؟ ولكن المجتمع الدولي مستحيل، المجتمع الدولي يرفضها. لا علاقة. إذا سموكم، لم يبقى لدينا إلا أن ننظر إلى التصويت الذي قد أرجناه على الإنترنت، والتصويت يقول ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، 99% من الشعب يريدونك ملكا عليهم، أما 1% فليس لديهم إنترنت أو ليس لديهم وحدات. ماذا تقول؟ متى التتويج؟ باشر. على بركة الله. على بركة الله. بسم الله. وعلى بركة الله، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.